السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورب الجميع يكون دايما بخير. الفيديو ده عن مخصوص عشان اشرح فيه تقرير مقررات العام الجامعي 2021-22. احنا الحمد لله 2022-23 انتهينا منه، ومطلوب من ضمن الحاجات الاساسية اللي احنا ماكسيمم على مدار اسبوع نكون خلصناه، عشان ان شاء الله من خلال مقابلتي للدكتور وليد الشاعر في ملفات في غايه الاهميه اللي هي تعتبر اولى الاولويات هنبدا ان احنا نرفعها للهيئه. فمن ضمنها هو ده اللي هي تقرير جميع المقررات للعام الجامعي 2021-2022. وعارف ان في بعض الدكاتره الزملاء الاساتذه بعتوا لي مقرراتهم زي الدكتور احمد سعداني والدكتور معتز والدكتوره زينب، لكن لما جيت طبقتها على النموذج الدكتوره منى بعتته لي لقيت ان هو لسه محتاج برضو يتعدل، ان هو مش مظبوط. فبالتالي انا عملت الفيديو ده عشان خاطر نشوف ايه الحاجات اللي احنا المفروض نعملها بطريقه صحيحه. وزي ما بقول كده هوت معانا اسبوع باذن الله على اساس تكون انتهينا منه، عشان لسه هيتجمع وهيتحط فيه ان شاء الله الامضاءات وهيترفع. على سبيل المثال الفايلات دي كلها ان شاء الله مضغوطه وهبعتها لك، هبعتها لكم. فلما هبعتها لكم هتلاقي اول حاجه تحت ان هو في عندنا حصر، ده حصر بالمقررات اللي خلصت. تمام، احنا عندنا في الترم الاولاني والترم الثاني كل مقررات في حدود 48 مقرر، اللي خلص منهم توصيف مقرر زي نموذج الدكتوره منى بعتهولي بالظبط 10 من 48، فكده ناقص 38 مقرر. فانا هحتاج كل الساده الدكاتره زمان ان هم يساعدونا، لان فعلا المجهود صعب جدا ومش هنلحق نخلصه الا بمساعده الجميع. غير كمان ان في بعض الدكاتره حاليا مش موجودين معانا، فلسه هنشوف ازاي هنلملم الاوراق وهم مش موجودين معانا، زي دكتوره نيليو، هنشوف دكتوره نوها وبقيه الدكاتره اللي احنا يعني ايه مش عارفين نتواصل معاهم. طيب يعني الحاجات اللي ممكنه دي اللي احنا هنبدا بيها، يعني كتير من زمايلنا موجودين معانا فدول اللي هنبدا بيهم، وانا ان شاء الله هحاول قد ما اقدر هتواصل مع الناس واشوف، خصوصا كمان بتوع قسم مدني، بحيث ان انا هشوف ازاي اعرف اعمل التقرير المقرر على اساس ان انا اتواصل معاهم وان شاء الله انتهي منه يعني. طيب فكل اللي محتاجه بس من زمايلنا ان هم يساعدونا يخلصوا مقرراتهم بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي. هنا فوق اول حاجه تحليل السبينات العام الماضي، تمام، دي انا هرجع لها دلوقتي، ونتائج العام الدراسي 21-22 ده برضه هستعمله. باول ملفين دول وانا شغال في الفايل اللي انا هوريه لك دلوقتي هستعمله اكيد. هخش معلش انا بسجل وانا عندي برد شديد فانا بعتذر. هخش على اي واحد من الحاجات اللي انا كاتبها دي، سواء الترم الاول او الترم الثاني، اولى الثانيه الثالثه الرابعه، على سبيل المثال سنه رابعه هخش هنا اهو في تقرير مثلا سي بتاع مقرر النقد المعماري اهو، ده على سبيل المثال نموذج ممكن ان انا افتحه واعمل زيه او اشتغل عليه، اشيل بيانات النقد المعماري واحط بيانات الكرسي ايه الكرسي بتاعي. طبعا اول حاجه فوق مكتوب ان التقرير المقرر ده بتاع 2021-22، تمام، ده اول حاجه. الحاجات الموجوده عندي فوق اهيت دي اللوجوهات، ما كانش لسه اتعمل لوجو القسم عمارة، فبرضه ناخد بالنا من الموضوع ده اهيت، عشان كده يستحسن اخد تقرير مقرر زي ده واشيل البيانات اللي فيه واحط بياناتي عشان ما يبقاش فيه اي اختلافات جوهريه زي ما احنا بنتكلم فيها زي السنه واللوجوهات وكلامنا كله. الحاجات دي كلها مش هغيرها، هغير بس اسم مقرر على سبيل المثال ان هو ده مقرر النقد المعماري. كود المقرر هنا مكتوب عين 1512، ده انا ممكن اجيبه من هنا، تمام، من جدول الحصر بتاعي اهو تحت شويه النقد المعماري 1512 فعلا، او اجيبه اخش بقى فين؟ اخش بقى على الدرايف، تمام، بتاع الكورس، بتاع الكورس فايل بتاعي. اوكي كده كده انا هحتاج ان انا اخش عليه عشان هبص على التقرير المقرر بتاع 2023، تمام، 24 اللي هو السنه اللي ايه اللي فاتت، تمام، 2023-24 السنه دي، بقى السنه اللي فاتت اللي هو كان 22-23، السنه اللي فاتت 22-23 ده احنا خلصناه. فبالتالي انا هحتاج ان انا افتح الكورس ريبورت بتاع 2022-23 وهستعين بيه، انا هستعمله وانا شغال دلوقتي. خلاص يبقى لحد دلوقتي الدنيا تمام، يعني البيانات دي كلها بيانات سهله، برده المحاضرات والتمارين هعرف برده ان انا اخش التقرير المقرر بتاع السنه اللي فاتت اهو بتاع النقد المعماري نفس الكورس برده. طبعا انا شغال دلوقتي 21-22 وانا دلوقتي فتحت 22-23 اوكي من شبكه الانترنت، والبيانات الاساسيه موجوده اهي فوق باخدها زي ما هي، محاضرات 2 وتمارين 2 نقلتها هنا اهو كوبي وبيست 2 وايه و4 هي 2 و4 وهنا 2 و4، ده هسيبه زي ما هو اوكي زي ما هو كده بالظبط.
واخش بقى الاحصائيات، الاحصائيات بيقول لي عدد الطلاب الملتحقين بالمقرر دي اجيبها منين. وخد بالك عشان لقيت بعض الزملاء بعتوا لي تقرير مقرر في احصائيات بتاعت السنه اللي فاتت مش اللي قبلها، تمام؟ يعني احنا شغالين على احصائيات 21 22 مش 22 23 في التقرير المقرر ده. فبالتالي الاحصائيات اللي كانت موجوده انا اهو، تمام، اللي هي فيها 21 طالب، مش هي نفس الاحصائيات ديت، دي 26 طالب. بس ناخد بالنا الموضوع ده اهو، عشان لاحظت ان في عندي بعض المقررات اتبعتت لي في احصائيات قديمه، يعني احصائيات مش بتاعت السنه نفسها، بتاعت السنه يعتبر ايه احدث منها. طيب اجيب الاحصائيات دي منين؟ هرجع بقى تاني، تمام، للفايل الكبير اللي بقول لك عليه. هخش فوق ان هو تعالى تحليل الاستبيانات، تمام، ونتائج العام الدراسي 21 22. هي دي نتائج العام الدراسي 21 22 في اولى والثانيه والثالثه ورابعه. اخش السي على رابعه، تمام، انا داخل اهوت على ماده النقد المعماري. اوكي اهو ماده النقد المعماري كانت الفرقه الرابعه الترم الثاني، مكتوب اهوت عدد الطلاب الاجمالي 26 في 8 امتياز و12 جيد جدا و4 جيد و2 مقبول ومفيش حد ايه ضعيف ومحدش كان غايب ومحدش سقط، تمام كده اهوت. يبقى دي الاحصائيات اللي انا عاوز انقلها عندي هنا، تمام اهو 26 ده العدد، الحضور 26، الغياب 0، الناجح 26 والراسب 0، التقديرات بقى امتياز جيد جدا جيد ومقبول، تمام كده اهوت. هرجع تاني كده اهوت اشوف اهو، يبقى ده هرجع تاني كده اهوت ابص اهوت على التقديرات. هنا كان في 8 امتياز، هبدا ان انا اضربهم، تمام. يبقى 8 في 100 على 26 اداني ان اهوت النسبه اللي هي 30.7، وفي 12 جاي جدا 12% على 26 اللي هو العدد الاجمالي اداني 46.2، وبعد كده اهوت الجيد اهوت 4 برضه في 100 على 26 اداني 15.4، وبعد كده المقبول 2 في 100 على 26 ادالي 7.7. يبقى ادي النسب بتاعتي اللي انا جبتها من الفايل ده اهو، اللي هو موجود كده كده في نتائج اللي انا ايه مديها لك في الفايل المضبوط، تمام كده اهو يا جماعه، تمام. طبعا تدريس المقرر، المحتوى المقرر ده هجيبه منين؟ هجيبه من التقرير المقرر بتاعي برضو، تمام. التقرير المقرر بتاعي دوت اللي هو بتاع 22 23 اهو، في المحتوى المقرر هاخده كله كامل وابدا احط نقط ايه، احط نقط بيست بحيث يبقى هو موجود معايا على ايه ده، فور اكزامبل على سبيل المثال استعملته زي ما هو. برضو اساليب التدريس المستخدمه، اوكي، هتلاقي كان في عندي نقط اساليب تدريس مستعمله برضو في الفايل المضبوط 22 23 هاخدها هي تمام، وهبدا ان انا انقلها هنا. وبعد كده اهوت اساليب التقييم المستخدمه برضو هشوف في الفايل بتاعي القديم ده، ان في ميد ترم، في كويزز، في اساينمنتس، في برزنتيشن، في بورتفوليو، فاينل اكزام، اخدها زي ما هي كده اهوت كوبي واحطها اهوت ايه بس، سواء انا اخدتها من تقرير مقرر، تمام، او اخدتها من توصيف المقرر هوصل لنفس النتيجه. اوكي كده اهوت، يبقى سواء تقرير مقرر او توصيف مقرر هوصل في الاخر لنفس الايه، نفس النتيجه، تمام كده. طيب هنا هتنقل بقى للتقييم المباشر بقى، هنا في التقرير اللي هو مرفوع اللي هو بتاع 22 23 انا مش هحتاجه بقى في 21 22، تمام كده اهوت. يبقى التقييم المباشر مش هستعمله، هبدا ان انا اخد التقييم الغير مباشر، اوكي، اللي هو نتائج استبيان، رضا الطلاب عن مقررات دراسيه، اراء عامه حول المقرر الدراسي. يبقى هو دوت اللي انا هحتاج ان انا ايه اشتغل عليه، ودوت هجيبه منين بقى؟ ده هرجع تاني اهوت، طبعا خلاص النتائج انا عرفت اجيبها منين، اهو تاني فايل موجود عندي. اول بقى فايل هو تحليل الاستبيانات، هخش تحليل الاستبيانات، هكون دي تحليل الاستبيانات، هركز بقى على الفرقه الرابعه، ماده النقد المعماري كانت الترم الثاني اهو، في ماده النقد المعماري اهي هخش فيه، تمام. لما دخلت فيها اهو هفتح الفايل الوورد، هتلاقي اول حاجه نتائج استبيانات الفرقه الرابعه، اراء عامه حول المقرر الدراسي، فيها كام تشارج بقى، ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة، ادي خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تمام كده اهوت، تمن مربعات فيها دوائر ونسب، تمام. هبدأ اخدها برنت سكرين، ادي واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، خدت اربعة قوانين مع بعض برنت سكرين او سكرين شوت، ونفس الكلام الاربعة التانيين خدتهم برنت سكرين وحطيتهم بالشكل ده. بعدها المحاضرات، هلاقي ان اهوت في عندي اهو محاضرات، في واحد، اتنين،
طيب هنشوف مع بعض تاني المحاضرات. المحاضرات اهو وقفت عندها. منين المحاضرات؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 برضو طبعا مربعات فيهم دوائر هاخدهم تمام برنت سكرين برضو وهبدا ان انا استعملهم عندي هنا اهو المحاضرات ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 تمام. احاول اضم كل اربعه مع بعض واخدها برنت سكرين واحطها. نفس الكلام هنا اربعه مع بعض برنت سكرين وايه واحطها. تمام بكده انا خلصت التقييم الغير مباشر ده انا هعتمد عليه. اول حاجه اراء حول المقرر الدراسي وثاني حاجه المحاضرات. تالت حاجه السكاشن وبعد كده القياس والتقويم. السكاشن فيها بقى عدد مربعات اقل فيها اربعه وواحد كمان يبقى خمسه. اجيبهم منين؟ هجيبهم من نفس الفايل اللي فاتحه فايل وورد ده بتاع النقد المعماري. ده التحليل اللي اتعمل. احنا وقفنا لحد فين؟ وقفنا لحد السكاشن. السكاشن اهي ادي واحد ادي اثنين ثلاثه اربعه احاول ان انا اضمهم مع بعض واخدهم برنت سكرين وادي رقم خمسه هاخده لوحده وهبدا انقله هنا. تمام كده اهو. وبعد كده اخر حاجه القياس والتقويم في واحد اثنين ثلاثه اربعه واحده لوحدها. تمام اهي دي برده هروح اجيبها القياس والتقويم هلاقي تحت شويه. هعدي بقى المعامل وهعدي الجزء ده هوصلت لحد القياس والتقويم اهو ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة. تمام وادي ايه واحدة أخيرة ايه لوحدها اهو ادي واحد اتنين تلاتة أربعة وادي ايه وادي الأخيرة ايه لوحدها. يبقى أنا كان نقلتها. يبقى أنا كل اللي محتاج أنقله مش كل حاجة. يبقى هنقل الشارج بتاع آراء حول المقرر الدراسي بالشكل ده عشان ما أخدش ورق كتير. بعد كده المحاضرات بالشكل ده وبعد كده هو رقم ثلاثة السكاشن بالشكل ده وبعد كده القياس والتقويم بالايه بنفس الاسلوب بنفس الهيئه دي. مش كده يفضل برضه تاخد فايل يكون اتملى ويتشير وتحط بحيث يطلع بنفس الهيئه. بعد كده الامكانيات المتاحه دي بجيبها من التقرير السابق. تمام كده اهوت انا عندي كده كده في تقرير سابق اللي انا فاتحه دلوقتي اللي هو تقرير مقرر النقد المعماري. لما اجي تحت شويه هتلاقي ان في عندي اهي الامكانيات المتاحه اللي هي قاعه المحاضرات المكتبه جهاز العرض. هاخدها زي ما هي كده اهوت السبوره البيضاء وهحطها عندي فين؟ هنا الكود الاداري لا توجد. بعد كده مقترحات تحسين لازم يكون في مقترحات تحسين. دي برده ملحوظه شفتها ان في بعض الاساتذه مش حاطين مقترحات تحسين. دي من ضمن الحاجات اللي مدير وحده الجوده الدكتوره منى بتاكد عليها ان لازم يكون في عندنا مقترحات تحسين. مقترحات تحسين سابقه ومستقبليه الاثنين. فهنا السي على سبيل المثال التدريب على امتحانات سابقه من خلال تسجيل حل امتحان العام الماضي الميد ترم والنهائي ورفعه من الانترنت. عرض حلول الامتحانات السابقه سواء كانت في امتحان منتصف فصل دراسي الى اخره، كذلك تدريب الى اخره. بعد كده تحت عندي اهوت في عندي خطه العمل للعام الدراسي القادم. يعني خطتي عشان خاطر الكورس بتاعي يتحسن. هنا على سبيل المثال اهوت التدريب على امتحانات سابقه، عرض حلول الامتحانات السابقه. لو في حد عنده زيارات ميدانيه او زيارات للموقع هيبدا يكتب. لو في حد كان كاتب قبل كده يبقى عندنا معارض برده هنكتب. ويستحسن يكون في همزه وصل وربط طبعا ده لازم نعمله ما بين 21 22 وبين 22 23. بمعنى هرجع ابص كده تحت على خطه العمل اللي موجوده. تمام ايه اللي انا هنا طبعا في خطتين، في خطه اتنفذت تمام اللي هي نتيجه السنه اللي قبلها وخطه مستقبليه اللي هي المفروض هتتنفذ في السنه اللي بعدها. طبعا السنه احنا رافعينها اللي هي 22 23 الخطه بتاعتي المستقبليه اللي انا هشوف تاثيرها في 23 24 اللي هي السنه دي. والنتيجه اللي هي ظاهره الظاهر اللي انا عملته اهو تمام اللي نفذته ده اوريدي كنت انا طرحه في 21 22 فبالتالي في 21 22 بطرح على اساس ان انا بنفذه هنا. تمام كده اهوت. فلازم يكون في همزه وصل وربط ما بين كل سنه والسنه اللي بعدها. تمام كده اهوت. فبالتالي هربط بقى. تمام يبقى انا بفتح التقرير المقرر بتاع 22 23 واشوف ايه همسه الوصل والربط بينه وبين 21 22 بحيث يبقى انا كده في طرحات حطيتها وحاجات وصلت ليها ونفذتها في السنه اللي بعدها اللي انا رفعتها اللي هي 22 ايه 23. طبعا اخر حاجه تحت لازم اكتب منسق الماده اسم استاذ الماده ومنسق البرنامج الدكتوره زينب رئيسه القسم. لازم نحط الامضاءات ولازم نحط التاريخ. دي حاجه اعضاء اللجنه كانوا بياكدوا عليها قالوا ان مفيش اي ورق تمام يطلع من القسم الا لازم يكون فيه اسم الدكتور وامضه الدكتور والتاريخ. اسم الدكتور وامضه الدكتور والتاريخ دول ثلاث حاجات يا جماعه في غايه الاهميه. فبالتالي التاريخ هو موجود تحت تمام كده اهوت والاسم موجود والامضه الالكترونيه هي موجوده ايه موجوده عندي.
بالشكل ده كده خلاص تقرير المكرر خلص، هقدر ان انا احفظه، وبعد ما احفظه هبدأ ان انا احطه في المكان بتاعه وابعتهولي. تقدر تبعتهولي برضه بشكل مباشر، انا ما عنديش مشكلة يعني خلصه وابعتهولي، وانا بس هعيده اعمل عليه تشيك اخير وابدأ ان انا ارتبه في الفايلات بتاعتي ده هي. فانا بس هستأذن ان الساده الدكاتره اللي ممكن يشتغلوا على الملفات قبل كده اهو، دكتور احمد، دكتور معتز، دكتورة زينب، استاذنهم بس يرجعوا بصوا بصه اخيره على الايه، على النموذج اللي انا بتكلم عليه والنموذج اللي اتبعت لي. طبعا لسه هتابع مع استاذ الدكتور ايمن الحاجات اللي هي لسه ما ايه ما جاتش معلش انا اسف معذره، وهحاول بقى الحاجات اللي هي علاقه بالقسم المدني وبقيه الدكاتره مش موجودين هحاول ان انا اركز عليها اشوف ازاي هتصرف فيها دي، بحيث احنا ان شاء الله في خلال الاسبوع اللي جاي يكون احنا خلصنا الموضوع ده اهو. الموضوع دوت من ضمن الاولويات اللي لازم هنرفعها للهيئه عشان يبصوا عليها. تمام يا جماعه. يبقى احنا دلوقتي كده اتكلمنا على موضوع تقرير جميع المقررات للعام الجامعي 21 22. شكرا لكم، اشوفكم دايما على خير، دكتور كمال الجملاني.